السلام عليكم. وعملنا الهيدروكسيدايت او دي اتش اي كوتد بنز. ممكن البيل
بنستخدم حاجات تانية زي السيرفر او الموبايل سكيت عشان نقلل البيت تراك الفيشن. لكن هندوكس بدات فوتي على شكل وده اول شركه عملتها كونفليكس ده البيت بتاع اوتوكس منه اللي هو الكوفي ده منه الكاتسيرفس ده عشان يقلل الويز كيت. طب نيفر يوز هندوكس بدات فوتي بنت في كورتيكال بورد ابدا. استعملها بس في الميتافيزيس في الكاتسيرفس بورد اوستر بورد لان هتستعمله في كورتيكال بورد هتيجي تشيله هيتكسر مش هيتشال خالص. وطبعا سعره غالي يعني هو سعره غالي في مصر خالص انا جايبه غالي كان حوالي 600 جنيه ده اسبوع. طبعا البين انسرشن مهم جدا. البين انسرشن ماليش بعد ما اركب الشمس شهر ولا حاجه ولا ايه بقى نوز او يبقى لازم السبيكت صوت فيش بعمل سكين اكسجن صغير بستعمل ستريت ارتري فورسبس عشان اقدر اعمل جلانت ريسكشن وبعدين اي المفروض استعمل دريل بيت يبقى لو سبيد وهاي باور عشان نقلل ثيرمال كروز. الدريل بيت لازم يكون فيه سليب عشان تعمل بروتكشن ماليش علاقه بالشمس في الفيمر ابزع معاه الليل وتيجي التراك زي ما بيحصل بنشوف حالات كتير زي كده في يعني في حاله مؤخرا كنت بشيل كده بسبب كسيتو وانا بشيل البين وهو لوز بشيله بصبعي بعد شهر بس وطالع ومعاه الليل وتيجي التراك طبعا زي ما اشتريت طبعا حاجات مهمه جدا لان هتعمل بريماتور لوزنج هيحصل سيكويست ليك سيكويسترا هيقول لوست مالكس البين اكسنشن طبعا زي ما قلنا لازم يتعمل تريننج علشان يقول لكم مهمه جدا ان البين يكون باي كورتيكال بمعنى ايه؟ ان انا عندي كورتكس وبعدين ميدالا وبعدين كورتكس ما اجيش احطه انترا كورتيكال انترا كورتيكال ده هيعمل لوزنج وليك سيكويسترا حاجه سيئه جدا لازم يكون باي كورتيكال. طبعا بعد كده في الكورسات في الشغل في الورك شوب هنعرف ازاي نتاكد ان البين محطوط باي كورتيكال. طبعا في حاجه ثانيه اسمها البين لينث طول المسمار طبعا ده بيختلف عن ضغط البين هو هاف بين او ان هو عدد ترانسفكشن ده حاجات يعني غريبه لان ما عندناش بنستعمل اللي هو ترانسفكشن دي هاف بين الترانسفكشن بس بيبقى مع الوايرز لكن هاف بين حاجه بيبقى صعبه. نرجع للنقطه الاولانيه اللي هي البين دايمتر. البين دايمتر طبعا لازم يكون اقل من تلت دايمتر بتاع عمرنا وزاد عن تلت دايمتر يحصل ايه؟ ستريس رايزر ويعمل لنا فراكشن للكسر العظمي. فجرب بولز الفيبر الغلط المفروض 5 6 مللي على حسب حجم العضله الفيبيا نفس الحكايه اللي هو حوالي 5 متر طول الارض مع بعض الهجم يكون 3 متر يبقى انا ما اجيش في الفيبر غلط واحط مثلا 5 متر او فيبر للشايب واحط 6 متر فلازم اراعي الدايمتر حجم العضله قد ايه والدايمتر بتاع الفيبر. تيجي الكلام ده لها اشكال كتير اللي هو السنج فين كلام والبط فين كلام وفي مين هو السويب الكلام ده اشكال كتير جدا. كل الفكره فيها انا بمسك البنت بعملها زي كلاستر مع مجموعه بعضها او كل واحد لوحده او اندبندنت. الكونتكتيف روز لها اشكال كتير جدا في منها الويب ستريت وفي السنيك بتاع شركه تي بي اي في منها الكربون فايبر في منها الستينلس ستيل. الكربون فايبر الميزه فيه ان هو ريجو ريديوسد ومش هيضايقني في الاكس راي. الستينلس ستيل عيب ان هو ان هو طبعا هي ريجو وبيج وهيغطي على العظم مش هعرف اشوف لكن الميزه فيه ان الستينلس بتاعه بيكون اكبر شويه. اشكال انواع الفريمز بقى او طريقه التركيب بتاعتها عندنا اليونت لادر باي لادر والسيمبلر او رينج سيرفكسيتو والهايبريد اللي هو مزيج من الاثنين. اليونت لادر عندنا اليوني لادر اليوني لادر اليوني لادر زي كده اليوني لادر في جهه واحده واليوني لادر او باي لادر باي لادر باي لادر عندنا باي بريد اللي هو اليوني لادر زي كده كانوا الاثنين اكسترنال فيكسيتو وعملوا لهم كروس لينك ماسكهم في بعض. الرينج بيكسيتو زي ما هو زي الهزار وفي انواع كتير جدا مش هزار بس والهايبرد هو تشجيع يعني ايه؟ تجميع اللي هو بيخلط مهاجم يعني الاثنين. الرينج بيكسيتو اللي هو من الهزار زي ما قلنا وفي اللي هو السيكويا او الاوتوفيكس رينج بيكسيتو. الهايبرد من ناحيه هو سيمبل بستعمل وير ومن ناحيه يوني لاترال بحيث اجمع في المزايا الرينج بيكسيتو اللي انا احط الاثنين وير اللي هو الباقي الارتيكال اللي هو الصغير من 5 ل 5 ومن الناحيه الثانيه بحب صغير بيبين لك يونت يونت من الناحيه الثانيه بعمل لهم زي الاوبيك سبورت.
الفريم تايمز انواعها بقى الستاندرد فريم اللي هو البسيط خالص اللي هنعمله له بشكل النهارده، والجوينت سبانينج فريم، والدستراكشن كوريكشن فريم. طبعا كل ما زاد التاسك او المطلوب في الفريم كل ما زاد الكومبلكسيتي وده المعقد بشكل اكبر. الستاندرد فريم زي ما احنا شايفين اهو المفروض تعمله كلها في حالات الايه؟ التروما. جوينت سبانينج فريم يعني مثلا عندنا فيها تبقى فراشه على اليمين، يبقى انا حسبت في بنز في الكيميا وفي بنز في الكيميا سبانج اليمين على ما صرتش بتحسن وبعدين بعمل التيرمال فيكسيشن. نفس الحكايه عند الالت في الارتكيوليتد فريم زي كده اللي هو بيبقى مثلا عند الانكن او عند الايجو بحيث يسمح بالايرلي موبلايزيشن. جزء صغير في الميكانيك يعني شورت بنك على الميكانيكس بتاع الاكسترنال فيكسيتورز. طبعا مهم جدا وضع البنز يعني البن فاكتور كل ما كان البنز يعني انت لو جينا نقول لك لو مسكنا العصايه من الطرفين بدال البنز لو جيت تاخدها منه مش هتعرف تمسك، لكن لو مسكناها بدال البنز من طرف واحد هتسحبها بمنتهى السهوله. بنفس الفكره ان البنز لازم يكون واحد قريب جدا من مكان الناس وواحد بعيد جدا من مكان الناس. زي النيك ماكس ما بستمد بيه بقى اطلع على مين البنز، وطبعا مش قريب جدا يعني لازم بشكل يعني حوالي 2 1/2 انش اقل حاجه 1 انش كل ما طبعا صدش بوزيشن هي او الكومبيوشن ولا الكومبيوشن، لكن لما تحط المصفرين بعيد خالص عن مكان الناس هيبقى فيري انستيبل فيري انستيبل. نيجي بالنسبه للرولز، الرولز ايضا المفروض يكون اقرب ما يكون للعقبه، كل ما الاقرب الكونكتنج رول ده للعقبه او السكين كل ما هيزيد الاستفزاز. لكن مش معنى كده ان انا احطه على السكين مباشره، لان لو حصل دي بس هيحصل بوزيشن بلورز، يبقى المينيموم حوالي 2 فينجرز، اعمل حساب 2 فينجرز بين الروب وبين السكين. لما يكون الروب بعيد خالص بيقل الاستفنس او بيقل الاستابيلتي بتاعت المكان. لما بيزيد عدد الروبز يزيد الاستفنس، يبقى لما انا شايف مثلا بوزيشن هيفي وريك كبيره ممكن بدل ما احط روب واحد احط اثنين احط ثلاثه عشان ازود السكين. الترايانجليشن او شكل البنز لو البنز كلها في وان بريك يبقى الاستفنس او الاستابيلتي بتاعت البريك في وان بريك في الايه في الامر ستيبل، لكن لما في الامر بريك هيبقى ان ستيبل. يبقى معنى كده لو انا حطيت البنز ديفرنت بريك ده بيزود لي الاستابيلتي، يعني واحد في الامر ستيبل وواحد في اللاترال، يبقى ده هيعمل ترايانجليشن انجل، وكل ما زادت الانجل بين البنز كل ما زاد الاستفنس لحد ما يوصلوا كام؟ رايت انجل. كل ما قربت من 90 الانجل بين التو بنز كل ما زاد الاستفنس بتاع الفريم. نفس الحكايه في الوايرز في الازاره، احنا بنحاول نجيب الوايرز ات رايت انجلز، لكن طبعا في بعض الاماكن ما نقدرش نجيب رايت انجل. عند دي مثلا ماكسيمم بنقدر نجيب الانجل من حوالي 60 درجه، عند الانجل بيبقى حوالي 30 درجه. لو قلت الانجل عن 30 يبقى الاثنين وايرز كانهم 1 واير، يعني لو الانجل بين التو وايرز اقل من 30 كانهم واير واحد. فالحكومه طبعا كروس سكشن انتمي والباسمر ستراكشرز بتحاول تبعد عنهم، وفي نفس الوقت بتحاول تقرب من 90 درجه بين الوايرز او الفيكس. طبعا الكوميونيكيشن في السيرف سيكشن عموما اللي هي الفيلم راك انفكشن ده تقريبا اولموست 100% في جميع الحالات ما حدش يقدر يشكيها، وطبعا ما تعتبرش كوميونيكيشن يعني احنا يعني على صوت وكلام سيرف سيكشن في الجيش احنا في زمان بنعتمد الفيلم راك انفكشن نحطها في الاكبر بتاعتها ونشر ونقول كوميونيكيشن فيلم راك انفكشن. ده معنى كده عندك كوميونيكيشن 100%؟ لا، هي مهتمه بالبروبلمز، البروبلمز اللي هي بتبقى صوتي الا اذا حصل سلك سيكوستر او حاجه حصلت محتاج ان نتكلم عليها قدر اسيجا وتطبق يبقى يعتبر ممكن تطور وورس سكيلز او كومبليكيشن. الكومبليكيشن هي السي بيرمن ديسابيلتي او تاثرك على الفاينل اوت كام دي تعتبر كومبليكيشن. طبعا مشاكل برضه في سيرفر سيتوس اللي باين او ده بيعتمد على التكنيك اللي هو ازاي انت استعملت السيرفر سيتوس وفين استعملت الموبايل كونفيجرام. لو طبعا كل دي حاجات تكنيك ديفيلوبمنت. هنيجي بقى للايه؟ للهدف بتاعنا او التارجت اللي بيجي لكم انتم متخيلين النهارده اللي هو الايه؟ النظام ده اللي بيجيب الفلوس المتاعبه. النظام في سيرفيس طبعا انا بعمل اكتر من 200 نظام
يعني
علشان لو حكيت مثلا سايد اكشن بتشوف فيه روايه ولو طريقه معينه رابطه مش هتفيد. ان شاء الله ربنا يسلمك. عندنا سبونس في ميل وفي كمان بوست. البوست طبعا يعني له وظائف كتير جدا جدا، اهمها اللي هو دروب واير، انك تعمل دروب واير. في منه تو بوست وفي الحق خمسه، يعني اذا زادت المسافه عن خمسه لا تحط حلقه ثانيه. هو زي ما تمسك فيه واير ممكن هو نفسه يستعمله كمان. وعندنا بقى الهيد وشكلها مختلف شويه عن البوست، هي البوست بس ايه له شكل مختلف شويه برضه واحنا شغالين هنقول عليها. البليكس، البليكس مهمه جدا اللي هي اللونج بليكس، بتبدا بقى مسلوب فوق تحسب شريحه طويله جدا زي كده تعرف تركب عليها او تعمل سايد ديستراكشن او تعمل فود بليك. دي بليك ممكن تبقى لها سبيل الهيد زي كده بحيث تقدر تثبتها على الحلقه. عندك تويست بليت هي نفس البليت العادية بس تويست بحيث تعمل فيكسيشن ابرايت انكل، والكيرف بليت عشان تقدر تقص الحلقة العادية الكيرف يبقى الام بتاعتها دي ما تخبطش في الشولدر من قدام او ورا، تبقى تعمل لها الام بتاعتها تبقى كيرف بهذا الشكل. وعندك السوكيتس كلها استعمالات كتير جدا لو هنقل قريبين جدا من بعض عشان تزود الستيب تعمل وان برو ستيب ستيبل تستعمل الثريد سوكيتس. هذا برضه البوشنج اللي ما عادش حد بيصنعها دلوقتي برضه لها استعمالات كتير جدا وهيبقى نشوفها ان شاء الله، بالذات في الريفرس الهيتش الهيتش اللي هي المقلوبه يعني بتيجي تصلح الفوق دي والفوق دي زي بلاو الفوق دي انت لو هتجيب ده لازم تعمل هيتش، يعني الهيتش مش هتعمل مش هتقدر تعمل الرينج بتاعتك على مستوى الاي جوي هتعملها تحت شويه. طب هتعمل الهيتش فين؟ لازم الهنج تبقى عند الديفورم اللي عند الكور. طب الكور عند جونت يبقى لازم تعمل الهنج مقلوبه من فوق. نيجي بقى هنا ايه دور البوش الجديد انك تعمل الهنج مقلوبه او الريفرس الهنج. طبعا الوشر لها اشكال كتير، في سموث وشر وفي سبوت وشر وفي كونيكال وشر. طبعا مهمه جدا لازم ما فيش جهاز بيستخدم ابدا عند الوشر دلوقتي. الكونيكال وشر طبعا لها استعمالات كتير جدا لو الرينج بتاعتك مايلة شوية تقدر تسدد الرودز بتاعتك زي كده. لو الفورد صغيرة هي بتسمح لي بالاكوليشن دي 7 درجات، كل 7 درجات يعني بتسمح لي بالاكوليشن حوالي 15 درجة. لو الفورد صغيرة ممكن تحط كل كروشة بدل الهيتش. عندك الفورد والضغط، الفورد ده بيبقى أطول برضه من أول 10 مللي لحد 30 مللي يعني 3 سنتي. وده صار كل ما حاجة في الجهاز ده كلها 10 كله 10 مللي. لو مفتاح 10 بيشتغل على ده. عندنا الوايرز بتاعتنا في منها الكونيكال اند والبايرت اند. الكونيكال اند ده علشان ايه؟ كان سيدا سموث، والبايرت اند من عامل زي الحرمله للكورتيكال بون. بس هو الحقيقه ان النورمال بون اللي هي خاصه بعد الكورونا تيجي تدخل فيها البايرت اند واير بتاعنا اللي هنا ده ما بيعديش. ممكن تبقى واصله 3 4 وايرز كده ما بتعديش. ليه؟ لان الاستنس دي جنب ان هو موضوع السوفت شويه. لما تشوف الوايرز بتاعي اللي هو في الاوريجنال اللي كان فيه من روسيا ستيف فيري ستيف، تعرف تستعمل الاثنين تعرف تدخله فعلا في الكورتيكال. وعندك الواير ليف قريب اللي هو ده طبعا له استعمالات معينه برضه هنتكلم عليها. لو ما عملتش غير واير اللي هو زي كده ممكن انك تعمل غير اتصال تعمل عامل كينك كده في الواير وتستعمله بدل الوقت زي السوبر. الارشز بقى الجديده اللي هم عرفوها الجماعه الويسترن او الايطاليين اللي هو الكروس فاكتور الارشز في 90 وفي 120 وفي سنجل سكسيشن ومالتي سكسيشن وعندك الفري سبورت هنا اهو او كروس مالتي كولر بروجيكشن بدل الوايرس او سبيكسنج وايرس كانت تعمل انتر ستريكنج وايرس عملها بقى لما تنزل الكونفجريشن دوت بحيث واحد بوست لاترال واحد اكرو ميديا واحد طايق لاترال يعملوا طايق ديليشن مع بعض لاين جيت ديفرنت. طبعا مهم جدا تبقى عارفين كروس سكشن الاتومي عشان ما تعملش انجري نيورو باسترز. ده طبعا تغير فكره واير تنشن وهنشوفها طبعا على الطبيعه شغالين وده اللي هو الرشد واير تنشن اللي انا بسميها عصفوره ده عامل عصفوره
واحد مليون يشتغل فيها ويفهم ما بدها الحياة. لو عرضت لك إذا دورت لك ولد تنشر لمسيرة ممكن حضرتك تديني في السودان التنشن قد ايه؟ في الهاف ريت ما تزودش عن 50 كيلو، لو 1 سنت الواير على 70 كيلو، يانج بيشنت 110 قرص 120 130، لو بيبي بيشنت 130 زود عدد الوايرز عشان تزود الجين، مهم جدا تعرف ايه؟ الارقام. ومع الشغل طبعا بنحفظها مش محتاج انك تكتبها ورقه او فكره سريعه عن الحاجات اللي بتزودك الستيفنس او الستيفنس بتاع الجهاز. فاكتورز ريليتد تو ذا ديفايس اللي هو السبريد، كل ما بعت البنز عن بعضها كل ما بيزيد الستيفنس، كل ما زاد الاكل بين البنز كل ما بيزيد الستيفنس، كل ما زاد عدد البنز كل ما بيزيد الستيفنس بتاعه، كل ما زاد الثيكنس بتاع البنز 6 مللي اقوى من 5 اقوى من 4 مللي، كل ما قربت وبعدت عن مكان الكسر كل ما بيزيد الستيفنس بتاع الجهاز. حاجات انترنسك فاكتورز اسمها ريليتد انفليشن، الاريا اوف كونتاكت كل ما زاد المسافه اللي انت من الواير ماشي فيها كل ما بيزيد الستيفنس، كل ما زاد التنشن بتاع السوفت ديشن، يعني انت لو عامل اكيوت شورت السوفت ديشن بتاع الفلكس يبقى الكونستراكت بتاعك ار ستيبل، هتعمل حسابك في ستابلتي في الكليه. لو في بون جاب في بون نص ويقل الاستابلتي بتاعك في الجهاز، كل ما العرض كان اوستيوبوتك كل ما بيقل الاستابلتي بتاعك في الجهاز. شكرا.